هو غادي يفتح لي باب شركة الطوموبيل شوف شتي الحمد لله هاد البنت تنبهت شوف هو فتح لي الباب ها هي مبغات شي هو رد لها الماليطة ديالها الحمد لله الحمد لله على لطف الله كانت مشات هاد البنيتة مسكينة كورا حنا كنهضروا على شي كارثة الله يحفظ ردوا البال بزاف لوليداتنا الخوت وشوفوا معايا لا ما كنسمعوش الصداع بيناتهم كنسمعوا غير يعني الام كتغوت مع ولادها ولكن هو بالعكس ما عمرنا سمعنا الصراحه للغوت ديالو ولا شي حاجه ولكن مؤخرا دابا ملي يعني ما عرفتش انا ما كنتش عارفه بلي ما هو ما كايناش انا الصراحه كنت عيطت للبوليس شي سيمانه هذه كنت كنسمع ما كانتش شي سيمانه هذه كنت كنسمع يعني الضرب يعني شي حاجه كان كيضربهم بشي حديده ولا يعني شي اله حاده قاصحه واش بشي كرسي واش بشي طبله والعواون يعني كانوا كيغوتوا بالجهد وانا بقيت كنصمت كنقول الا زدت سمعت شي حاجه اخرى غادي نهود الضوء فهمتي كانت يعني داكشي فايت القياس لا فايت القياس انا ما عارفاش بلي الام ما كايناش قلت ما نعرف يمكن كيضربهم بشي سمطه ولا شي حاجه وكيغوت ولكن صراحه داكشي راه كان بزاف فكنتفاجئ اليوم بلي السيد راه خنق ولادو خنقهم قال لك مخنوقين وضربهم قال لك لا خنقهم بيدو و اجيفهم والعايل ضربوه بشي اله حاده من الراس العايل والعائله مسكينه ما عرفتش كيفاش بنت ولد العائله عندها 10 سنين كنت كنشوفها كتمشي للمدرسه مع اخاها الكبير والعائل عنده ديك 4 سنين هيداك العائل الكبير قالوا ما قتلوش ما عرفتش كيفاش توقع واش هرب له واش ما مشى هي داتهم كاملين في الاولى على ما سمعت قالوا داتهم كاملين من بعد مشى لكازا كيهددها قال لها يا اما تخرجي تعطيني ولادي ولا غنقتلك غنصفيها لك هي ما عرفتش اش عطاتهم له عطات له العواول مي جا كما شفتوا فيديو خطير لمحاولة خطف طفلة تلميذة أحد أحياء مدينة طنجة غادي نهضروا على هذا الفيديو كذلك غادي نهضروا على العملية ديال قتل أب ديال الجوج ديال الأطفال ديالو في سن 15 مي كيتعلق الأمر بالأطفال الصراحة راه كانت بلوكا والخوت هذا الفيديو شفتو منتشر بواحد الشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي بمدينة طنجة وقلت لابد حتى انا نشرو وكنتمنى حتى نتوما يعني تبارطاجيو معنا لايكات ديالكم على اوسع نطاق حذاري يعني نردو البال بزاف على وليداتنا الناس اللي عندهم الوليدات في المدرسة اذا كانوا صغار يعني مشيو موراهم بيدنا ما قدرناش نوصيوهم يعني ما يمشيو مع حتى شي واحد ما يشبروا حتى شي حاجه مع حتى شي واحد شفتوا هذا اللي ما عرفتش باش نسميه وهذا الشيء صراحه انا ملي كنشوف شي حاجه بحال هذه ديما الذاكره ديالي ما بغيتش نذكر الاسم باش ما نوضوش عاود داك نتوما عاقلين بالي داك الفاجعه ديال مدينه طنجه ها يعني تقريبا بحال هذا الشكل راه كانت غادي تركب الحمد لله تنبهات هذه الطفله وبحال اللي هربات انا كيبان بلي هذه كانت محاوله ديال عمليه خطف ديال هاد الطفله هادشي اللي كيبان في الفيديو اذا كان شي حاجه اخرى فراه كنطلبوا الاعتذار راه باين كنطلبوا الاعتذار من هاد السيد في حالات اذا ظلمناه او ظلموا هاد الناس اللي صوروا الفيديو كيبان ثم واش كتبان لكم عمليه او محاوله ديال عمليه ديال الخطف ولا لا انا كيبان لي المحاوله ديال عمليه ديال الخطف من بعد راه مشى بحالو طلق داك الماليطا داك مول الطوموبيل زاد يعني ما كملناش الفيديو الاخير المهم الخوت كانت من البارطاج الجميع الفيديوهات اللي بحال هذه اللي هي التوعيه واللي هي تنبيهيه وتحذيريه للاباء نردوا البال بزاف على الوليدات ديالنا وماشي غير المغاربه ديال الداخل بل حتى مغاربه الخارج اذا مشينا للمغرب مع الوليدات ديالنا نشبروهم يعني بالسنان ديالنا مالي راه الزمان والوقت راه خياب الخوت لايكات ديالكم البارطاج على اوسع نطاق شو نشوفوا العمليه ديال هذه المحاوله ديال الخطف اللي انتهت الحمد لله يعني انتم شو ما وقع حتى شي حاجه داك البنيته فطنات ردت البال وداك اللي يعني انا كيبان لي بلي كان باغي يخطف هاد البنت انتم يعني قولنا واش كان بالكم يخطفها ولا لا ونشوفوا كذلك العمليه ديال القتل يعني هاد الشيء كنا كنشوفوه عاود هنا في اسبانيا
عاود دابا انتقل الى المغرب، تم القبض على هذا السيد في حي طنجه الباليه، الحي ديالنا، فين عندنا الدار ديالنا وفي كيسكن الوالد اللهم اجد عليه الرحمات. طنجه الباليه يعني حي معروف بزاف بمدينه طنجه. نمشيو للتفاصيل الخوت. خوتي المغاربه والجاليه المغربيه في كل مكان، السلام الله عليكم وتحيه طيبه للجميع. نشوفوا الفيديو من جديد هنا. ها هو هو ماشي الاول، وهي مسكنا تابعه، شداتو هاد الكاميرا ديال احدى المحلات. شوف ها هو هنا في هاد اللحظه راجع. شوف معايا ها هو في الدماريطة هي تابعه. شوف وكيقول لا زيد، وكي كيغوت عليها زعما زيد دغيا ولا هذا. شوف هاد الطوموبيل وقفات، ها هو مشى باش يفتح الباب. شوف ها هو مشى باش يفتح الباب وهي ما بغاتش، قال لها اجي وما بغاتش، وعطاها الماريطة وقلف فيها ومشى. شتو علم الله، علم الله، علم الله شنو كانوا ناويين يعملوا في هاد البنيته. يعني الحمد لله هاد البنيته يعني فطنات ردات البال وما بغاتش تطلع في الطوموبيل، يعني كانت تقدر تنتهي العمليه بشي مأساة الله يحفظ. كنا نكونوا راه كنهضروا عليها والوالدين مساكن في حاله انتم عارفين كيقلبوا كل شيء كيقلب. الحمد لله هاد البنيته فطنات، ولكن تقدر في حاله اخرى يعني ما ربما تغرى هاد البنيته، ما ربما اي حاجه تقدر تطيح لكم على البال. ولهذا نوصيو الوليدات ديالنا بزاف ما يطلعوا مع احد، ما يمشيو مع احد، ما يشبروا حاجه مع، دائما نوصيو الوليدات ديالنا. واذا قدرنا فما الاحسن، اذا كانت يعني الام ما كانت عمل والو، البنيته باقي صغار، البنيتات يكونوا في ذاك السن يقدروا يتغراو ولا يقدر شي واحد يضحك عليهم باي حاجه، فمن الاحسن نمشيو ونجيو معاهم. راه ما كاينش شي حاجه مهمه في هذه الدنيا اكثر من الوليدات ديالنا، راه كل شيء من اجل الوليدات ديالنا. ولهذا الخوت نردوا البال بزاف على الوليدات ديالنا. الحمد لله هذه المحاوله ديال الخطف انتهت يعني بالفشل، وداك البنيته يعني ردت البال الحمد لله على لطف الله. ودابا نشوفوا هاد العمليه ديال القتل البشعه ديال هاد الاب، يعني اللي قتل جوج ديال الوليدات ديالو بمدينه طنجه بحي طنجه باليه يعني بالضبط. كاين بزاف ديال فيديوهات وديال اوديوهات كيهضروا على هاد الجريمه ديال القتل اللي قلتكم مدينه طنجه، اب قتل جوج ديال الوليدات ديالو وهرب لمدينة الدار البيضاء. اهتز حي طنجة البالية بمدينة طنجة على وقع جريمة قتل بشعة بعد إقدام شخص على قتل ابنه البالغ من العمر 7 سنوات وابنته البالغة من العمر 10 سنوات داخل منزله. وتفيد أولى المعطيات أن عناصر الأمن والشرطة العلمية عثرت على جثتي الضحيتين متجرتين في الدماء، وإلى جانبهما الحجرة الكبيرة التي ضرب بها الجاني رأسي والدي ابنيه بطريقة بشعة. وكشفت مصادرنا أن الأب اعتقل في المحطة الطرقية ولاد زيان مدينة الدار البيضاء مساء اليوم بعدما دخل في شجار عنيف مع أحد المسافرين. وخلال مرحلة استنطاقه كشف الأب الذي كان يرافق الابن الثالث، واحد الولد مشى معه، الثالث الذي كان يرافقه عن تفاصيل الجريمة البشعة التي ارتكبها والده في طنجة. إذ أوضح لعناصر الشرطة بالدار البيضاء أن والده قتل شقيقيه بمدينة طنجة. وفور تلقيها إخبارية عاجلة انتقلت عناصر الأمن مدينة طنجة إلى منزل الأب المشتبه فيه لتعثر على جثتي الطفل الذين
الطفلين الذين نقلا عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات، وتبين وفق معطيات أولية أن الأب وفور ارتكابه الجريمة البشعة غادر منزله بطنجة البالية في اتجاه الدار البيضاء رفقة طفله الثالث، فيما تشير المصادر إلى أن زوجته لم يتم العثور عليها رفقة الطفل الرابع، وقد فتحت مصالح أمن طنجة تحقيقا عاجلا لمزيد معرفة من التفاصيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني كما قلتكم، ملي كيتعلق الأمر بالوليدات فراه كنا عندنا وليدات كانت تبلوكا وبحال اللي تبلوكي تانا دابا الله العظيم، لأن ما كتلقى ما تقول. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. صراحة ما عندناش يعني تفاصيل كاملة والمعطيات ديال هاد الجريمة البشعة اللي اهتز لها سكان ديال مدينة طنجة والمغاربة أجمعين. خط ردوا البال على الوليدات، تابعونا في راسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.